Good morning, my student. How are you? Today we'll start with lesson 5 from unit 2. اليوم يا خامس رح نبلش بالدرس الخامس من unit 2. Ready? Okay, جهزوا كتبكم يا خامس. Open to page 16, verse 16, please. Lesson 5 from unit 2. Ready? جاهزين حتى نبلش؟ Okay, حتى تصحصح شوي. بدنا نذكركم القاعدة اللي أخذناها هي present perfect. تذكر present perfect present perfect اللي هي المضارع التام present perfect المضارع التام وحكينا present perfect إنه كل جملة بالإنجليزي بتتكون من subject الفاعل plus بالpresent perfect بدنا نزيد عليها has والhave وبنزيد بعدهم الverb 3 وكنا بنحكي has لأي شيء مفرد الهاف لأي شيء جمع فالبريزنت بيرفكت المضارع التام قاعدته إنه بدي أحط هاز أو هاف بالجملة وأعمل الفعل وراهم تصريف ثالث ركزنا هاز للمفرد هاف للجمع والفعل وراهم لازم يكون فيرب 3 وبتتذكروا حكينا إنه في كيوارد دلالات بتجي بالجملة مثل جاست ويات وأوريدي أونيفر مثلا بذكركم بجملة فيها مثلا I've لاحظتوا حتى الهاف اختصار I have I've already أنا فعليا written my homework أقوم بكتابة واجباتي written my homework شو عملنا هون وضعنا الهاف في الجملة بالاختصار بالشكل العادي إلها it's okay بعد الهاف إجا عند الفيرب 3 written اللي هي تصريف رايت بتصير written تصريف رايت عرفنا written وإجت الدلالة في الوسط اللي هي already ولما كنا في النفي كنا بنكتب she hasn't played لاحظتوا played football yet she hasn't وضعنا hasn't لأنه شيء مفرد وراها الفيرب 3 وضعناها في حالة النفي إنه إجت يت ويت تأتي في حالة النفي في حالة السؤال بلشت في الذكر شوي أوكي تعالوا بنطبق هون عنا بالجملة وبعدين بنكمل تذكير عن present perfect أول شيء هون في رأس الصفحة كل رجال بيكتب subject الفاعل plus has or have just اللي هي أحد الكيوارد الدلالات اللي بتجي في الجملة just الverb 3 وتكملت الجملة فكنا رجاء نكتب هاي على رأس الصفحة نكتب السبجكت الفاعل has و have وراه بيجي الجست والverb 3 الجست والاوريدي يجي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي يعني ما أقدر أستخدم بدال الجست اوريدي اليت ما بتجي إلى بآخر الجملة فالجست اوريدي تأتي بين الفعل المساعد الهاز والهاف والفعل الرئيسي هو التصريف الثالث للفعل خلينا نبلش بحل القاعدة look at the pictures pictures T مع U H look at the pictures answer W silent answer the questions answer أجب the questions الأسئلة لا تنسوا T وال I وال O وال N تساوي شن تلفظ شن في كلمة question بيحكي لنا انظر لهاي الصور ثم بدنا نجيب عليها الأسئلة موجودة عندنا هون بنبلش بأول صورة what did you see شو شايفين في هاي الصورة ونقرأ أول إيش عنه why W silent why معناتها لماذا why is his hair wet wet معناتها رطب لماذا شعره رطب why يسأل ليش شعر الزلمة اللي هون رطب شو السبب he's just had a shower أول شيء منبلش به وضعنا هي لأنه مذكر نضع هي لأنه مذكر ولأنها مفرد وضعنا هاز لأن المفرد بيأخذ هاز وهي اختصار الهاز هي عبارة عن الأس جست وضعناها في الوسط دلالة أو كيوارد تدل على استخدام البريزنت بيرفكت المضارع التام وضعنا هاد التصريف الثالث من هاف هاف اللي هي التصريف الثالث سوري هاد التصريف الثالث من هاف وضعناها أشاور إن هو يقوم بأخذ شاور حمام شاور بيرجع من عيد بيسألني سؤال why is his hair wet لا
لماذا شعره رطب؟ وضعنا هي لأنه مذكر، وضعنا الهاز واختصارها اللي هي فاصلة أس، وضعنا جست دلالة تدل على استخدام البريزنت بيرفكت، شرط الهاز والهاف إنه يجي من دلالاتها، وأجت الدلالة الهون جست، وضعنا هاد اللي هي تصريف ثالث من هاف. أشاور كملنا. Now in picture 2 why حكينا why معناته لماذا والأج سايلنت. Why is her laptop broken؟ broken مكسور. لماذا اللابتوب انكسر؟ شو لحظة صورة اللابتوب هون، ليش اللابتوب انكسر في هاي الصورة؟ شو السبب؟ نجم نقرأ. أول إشي هي بنت، فشو بنحط؟ شي. بينها جير بنحط شي، وبينها مفرد بنحط شيز أو شي هاز. شيز أو شي هاز، شيز اللي هي اختصار للهاز، شيز جاست، وضعنا جاست دلالة دلتنا على استخدام البريزنت بيرفكت. شو مالها؟ شو الحدث اللي صار عندي هون؟ سقوط. شو يعني يسقط؟ فول. فول يسقط. طب شو التصريف الثالث من فول؟ فولن. الفيرب 3 من فول فولن، فهي شي هاز جاست فولن داون لأنها سقطت للأسفل، عندما سقطت انكسر اللابتوب. فوضعنا الجملة شي شيز جاست فولن داون، هي سقطت للأسفل. ناو واي حكينا واي لماذا والأتش ساينت. Why does his harm hurt? Hurt sorry. لماذا تؤذي يده؟ hurt تؤلمه. تؤلم. لماذا تؤلم يده؟ أول إشي هو مذكر. نضع هي. وبنضع هاز الإز اختصار لهاز. الأس اللي هي اختصار لهاز. She's أو she has. نضع الدلالة اللي هي just broken it لأنه كسر إيده، إيده بتؤلمه. He's just broken. Broken verb 3 تصريف الثالث من break it لأنه كسر إيده. Now in picture 4 why the H silent. Why are they feeling sick? Feeling يشعر. Sick مرض. لماذا هم يشعرون بالمرض؟ طبعا عندي مجموعة هون. لماذا يشعرون بالمرض؟ شو السبب؟ بما أنهم مجموعة حيكون الضمير they. They have أو they have لأنهم مجموعة تكتبها بالاختصار they've أو they have. They have just eaten a lot of pizza. طبعا عندهم بيتزا هون، مأكلين ثلاث وجبات، فهم لأنهم أكلوا كثير صاروا sick مريضين. فشو بنحكي؟ eat بدنا الفعل eat، وكيف بدي أصرفه؟ تصريف ثالث. وشو حطينا قبليها؟ have لأنه they جمع، والجست اللي هي الدلالة اللي اجت حتى تدلنا على الجملة، ونكمل باقي الجملة حسب ما بنشوف بالصورة. فكتبنا ذي لأنهم مجموعة وتعني هم، ثم تبعت بالهاف، وضعنا جست اللي هي كيوردز أو دلالة دلتنا على الحال. إيتن التصريف الثالث من إيت a lot of pizza لأنهم أكلوا كثير من البيتزا. وهيك بنكون خلصنا exercise 1 التمرين الأول، وبنكتب بالمربع هون مختصر القاعدة. شو عملنا؟ كنا بنحط has أو have، حط جست دليل بيجي بالوسط، ثم كانت بتتبع بالverb 3، وبنذكر إنه الهاز للمفرد والهاف للجمع. وكتذكير فقط هون هي لأنه ولد، شي لأنها بنت، بنرجع بنراجع البرنامج بشكل سريع، هي لأنه ولد، وذي لأنهم مجموعة وتعنيهم. هيك بنكون خلصنا الاكسرسايز الأول. listen and number the pictures. pictures listen طبعا تي silent and number رقم البيكتشرز الصور. did you answer correctly هل جوابنا بشكل صحيح حسب الصور الموجودة عندنا هون in activity 1 في النشاط الأول. بيسألني هون نحن بنرقم الأشكال الأشياء بالشكل الصحيح، حليناها بالشكل الصحيح أو لا. now ask معناتها اسأل، and answer w silent about these pictures بدنا نسأل عن البيكتشرز عن الصورة موجودة عنا هون حسب ما احنا بنشوف فيها. ركزوا شوية. خمس بيكتشر وان عنا جير وبتبكي، بدنا نعرف هاي الجير ليش بتبكي. طبعا حتى بعمل سؤال بنكتب هون جنب الصورة حتى بنعرف، بنكتب why is اذا كان مذكر ار سوري is اذا كان مفرد ار اذا كان جمع. مثلا ضمائر المفرد، ضمائر مفرد، والآر لضمائر الجمع إذا في جمع، ثم نضع الفعل وبنضيف للفعل شو ما كان،
والكويستشن مارك بنضيف الاي ان جي حسب ما بيكون الفعل موجود عندنا في الجمله. فاحنا بدنا نعمل واي اس وبنحط الضمير بعدين بنحط الفعل. عندنا البنت هون تبكي، بدنا نسال باستخدام الواي وش يعني واي حكينا يا خامس؟ لماذا بنت واحده معناته از لانها مفرد، حكينا المفرد بياخذ از، لو كانت جمع بنحط ار، بما انها مفرد بنحط الاز واي از، وبما انها بنت نضع لها شيء واي از شيء. شو الحدث اللي صاير هون؟ بكاء. شو يعني يبكي؟ كراي. فنحكي واي از شي كراينج، واي از شي كراينج، لماذا هي تبكي؟ لما بدنا نجاوب هذا السؤال لازم بيكون الجواب بالشي او حسب السبجكت، بدنا ندخل الهاز والهاف والجست والفيرب 3، بده يكون الجواب بهاي الطريقه. مش سالنا واي از شي كراينج، لماذا هي تبكي؟ شي جاوبنا لانها بنت، شي هاز جست سين، شي هاز جست سين تصريف ثالث، شو شافت؟ حسب ما بتلاحظوا قصة حب حزينة، فقصة حبها الحزينة خلتها بتبكي. She has just seen a sad story، قصة حزينة أو a sad film، فيلم حزين لأن هي بالسينما. She has just seen a sad film، هي كانت تحضر في فيلم حزين. Now حنسأل عن picture 2 and picture 3، طبعا رح نكتبوها على دفاتر وانا رح اكتب لكم اياها هون حتى بنطبقها انا وياكم مع بعض. ناو بدنا نسال عن المان هون، الرجل. اول شيء بدنا نستخدم طريقه السؤال، السؤال بواي، نضع دبليو اتش وورد اللي هي واي، واي معناتها لماذا، هو مفرد نضع له از لانه شخص واحد، ومذكر هي، لاحظتوا كيف تكون السؤال بطريقة سهلة، وضعنا أداة السؤال، وضعنا الفعل المساعد اللي هو is لأنه مفرد، وضعنا الهي لأنه مذكر. why is he، إيش قصته هون؟ إيش ماله من الصورة؟ tired تعبان. why is he tired، نضع الـ question mark علامة السؤال. كوننا سؤال بطريقة جدا سهلة، كتبنا wh why، وضعنا is لأنه مفرد، he لأنه مذكر، وتيرد الصورة موجودة عندي هون إن هو تعبان. Why is he tired؟ إذا لاحظته في الصورة لأنه موجود لافتة مكتوب عليها floor 10، floor 10. شو يعني floor؟ floor معناتها طابق، الطابق العاشر. معناته هو شو عمل؟ he لأنه مذكر، he's أو he has just، he has just walk يمشي، walked verb 3 لأنه مشى 10 floors أو تسلق 7 طوابق، سوري 10 طوابق، floors 10 floors. walked وضعنا التصريف الثالث وسبقت بالهاز وجست. لاحظتوا كيف عملنا سؤال بطريقة جدا سهلة؟ he's just walked 10 floors لأنه مشى 10 طوابق. now in picture 3، طبعا نضع عندها picture 2 ولا تنسوا تضعوا البيج، بيج 16 صفحة 16، تحلوها على دفاتر بهذا الشكل. now picture 3 بدنا نشوف picture 3 شو بتعمل. عنا جيل هون، بدنا بنسأل، طبعا بتلاحظوا على وجهها هي هابي. أول شي بنضع أداة السؤال واي، ولأنها مفرد بنحط لها أحسنتم is، why is، طيب لأنها مذكر يا حس، سوري لأنها مثنى أو أنثى يعني مرأة، شو نحط لها يا حسان؟ شو بنحط للبنات؟ أحسنت شي. طب لو كانت ولد؟ أحسنتم هي. why is she، شو الشعور اللي مبين على وجهها يا جنان؟ شو شايفة؟ happy، أحسنتي، إن شاء الله كلكم تكونوا happy، فبنحط happy. why is she happy، لماذا هي سعيدة؟ وما بننسى question mark was، why is she happy، لماذا هي سعيدة؟ شو السبب؟ طبعا شايفين شو في بإيدها، first prize الجائزة الأولى $1000، فازت $1000، فازت بالجائزة الأولى. شو رح نكتب؟ يعني بنت she، نضع لها has لأنها مفرد، اختصار الهاز أو has، she is just، استخدمنا لها just، won التصريف الثالث من وين؟ won a prize لأنها فازت بجائزة. she's أو she has just won a prize، she has just won a prize لأنها فازت بجائزة.
لاحظتوا كيف عملنا الجمل بطريقة سهلة؟ مش صعب انك تكتب الجمل اذا كان عندك قاعدة معينة تمشي عليها. ودايما تعودوا حتى بتكتبوا جملة اكتبوا القاعدة اللي بدك تمشي عليها فوق على رأس الصفحة، بعدين بلش حليا خامس. جدا سهل انك بتكتب جمل، بس اهم اشي انك بترتب وتطبق بطريقة صحيحة. طبعا اكيد بيكون عندك معاني، يعني لو ما عرفنا انه ساد حزين، كراي يبكي، طير تعبان، ما رح نقدر نطلع المعاني. حتى لو ما عرفت بتستخدم التليفون، بتدخل على القاموس حتى بتطلع اي معنى انت ما عرفته. نو pronunciation معناتها اللفظ. لاحظوا كمان قطعها شوي، pronunciation تي والاي والاو والان حكينا شن، pronunciation اللفظ، pronunciation اللفظ. بدنا نلفظ الكلمات هون، وبنلاحظ لفظ الكلمات عندي كيف. أول شيء listen التي صاينت، listen and choose، listen استمع، choose اختار، listen and choose then معناتها ثم، listen and repeat أعد. اللي احنا راح نحكي الآن بدكم تعيدوا وراي فيه. ردي جاهزين، لاحظوا الكلمات معناها بتختلف باللفظ، سوري بتختلف بالشكل ولكنها تتشابه باللفظ بالpronunciation اللفظ. لاحظ الكلمة الأولى، أول شيء بنتعرف على معاني الكلمات. air هواء، air هواء، hair شعر، air هواء، air شعر، air hair، air hair. لاحظت التشابه بالpronunciation باللفظ. ركزوا على نمبر 2، art heart، art heart، art معناتها فن، heart معناتها قلب، قلب جزء من أجزاء جسم الإنسان. art heart معناه فيه إيه بس الإي سايلنت الإي هون الأقوى. art heart، art heart، بتمنى أقول بيكون بعيد معي. نمبر 3، at hat، at hat، at معناتها إلى، حرف جر، at حرف جر تعني إلى، hat قبعة، hat قبعة. لاحظ البرونسيشن اللفظ، at hat، at hat. old hold، old hold، old قديم، hold يحمل، old hold، old hold. number 5، eight طبعا الجي والاش سايلنت، eight hit، eight hit، eight رقم 8، hit يكره، eight hit، eight hit. air hair، air air أذن، hear يسمع، ear أذن، hear يسمع، ear hear، ear hear يسمع وأذن. كيف pronunciation عن جد كثير حلو، أتمنى أنكم كلكم بتعيدوها، مش غلط بنحفظ الكلمات الجديدة اللي بتزيد معنا. now open your activity book on page 16 please، your activity book on page 16. رح ناخذ lesson 5 من الاكتيفيتي بوك. now look and write، طبعا W حكينا silent، true معناتها صحيح، و false خطأ، or طبعا او. بدنا نضع true or false حسب البكتشر اللي بنشوفه هون، بدنا نضع true or false صحيح او خطأ حسب البكتشر الموجودة. طبعا بتلاحظوا عندي بكتشر، عندي فيها boys girls dogs cat. خلينا نقرأ وبنشوف شو الاحداث اللي صارت عنا. The boy has just thrown the ball. The boy الولد، has boy مفرد. حلو بنتذكر القاعدة وبنرجع نقرأ بس كتمرين إثراء للقراءة. The boy has just، وضعنا الدلالة، دليل على present perfect. The boy has just thrown، ما بننسى إنها verb 3. حلو بكتب فوقيهم زيك حتى بتذكر. The ball لأنه مفرد، has just thrown the ball، الولد رمى الكرة. تعالوا بنشوف الولد رمى الكرة أو لا. هاي البوي هون، فهو رمى البول، هاي البول، شايفين البوي رمى لنا البول، فالجواب رح يكون true. شو يعني true؟ صحيح. شو يعني true؟ صحيح، أحسنتم. number 2، the dog لأنه مفرد، وضعنا has، بكتب فوقيه مفرد بس كتذكير للقاعدة، just دليل على present perfect، caught التصريف الثالث معناتها يمسك،
يمسك the ball هي catch تصير caught. الجول أتش ساينت catch وتصير caught the ball. الدوغ مسك البول. تعال نشوف الدوغ مسك البول. للأسف الدوغ ما مسك البول فبيكون الجواب false خاطئ. false خاطئ. number 3 the cat لأنها مفرد وضعنا لها has وجست إجا الدليل في الجملة. climbed إجت verb 3 معناتها تسلق. climbed تسلق. the tree الكات تسلقت التري. بنشوف الكات متسلق على التري yes حسب البكتر الكات على التري فبيكون الجواب true. شو يعني true؟ صحيح. true معناتها صحيح. number 4 the women women معناتها المرأة. المرأة has لأنها مفرد. just dropped her bag dropped أسقطت. dropped معناتها أسقطت. her bag المرأة أسقطت حقيبتها. بنشوف الومن هي الومن أسقطت حقيبتها yes فبيكون الجواب true صحيح. true صحيح. حلو نتعلم كلمات جديدة. number 5 the man لاحظتوا أخذنا women الآن man. man رجل women امرأة. women امرأة man رجل. man لأنه مفرد وضعنا له has وجست الدليل. fallen verb 3 فالع معناتها أسقط. أسقط. fallen off his bike الرجل سقط من فوق دراجته. بنشوف الرجل سقط من فوق البايك الدراجة false. false خطأ. false خطأ. number 6 the girl girl بنت has لأنه مفرد. just الدليل. eaten verb 3 the girl has just eaten an ice cream الجير بتوكل بايس كريم بوزة yes بكون الجواب true. حلو التمرين بذكركم فيه هون كنا نمرض على السبجكت وهاز وهاف ثم نضع الدليل اللي هي just just ثم الفيرب 3 وتكملة الجملة هاز وهاف والفيرب 3 وجست بالوسط كتذكير بس بتمنى كتبكم بتكلم هذا الشكل. exercise 2 look and write look انظر and write اكتب look and write. عندي جمل احنا بدنا نعمل هاي الجمل بدنا نكملهم نرجع نكتب القاعدة في الوسط بعرف انكم حفظتوها بس لازم نضل نكتبها حتى بنطبق صح. subject الفاعل has و have just بالverb 3 ثم الobject وما بننسى has للمفرد و have للجمع بنكمل باقي الجملة. طبعا اول اشي بدنا نعمله بدنا نركز على الضمائر. عندي هون girl girl شي البنت شي بس كتذكير شي طبعا مجاوبين عنا مكتوب لك الضمير ومكتوب لك الفعل مجرد انك بدك تضيف has و have و just وبتعمل الفعل تصريف ثالث. كيف يعني يا مس مش عندك شي هون نزلناها مكان الداش هاي الشحط اللي هون شي مفرد شو بدنا نحط لها has حسب القاعدة موجود عندي فشي مفرد وضعنا لها has والدليل اللي بدلنا على present perfect المضارع التام just she has just hurt تؤذي. شو التصريف الثالث من hurt مين بيحذر؟ برافو يا وسام. hurt 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 نفس نفس التصريف. she's just hurt her foot هي foot سري هي أذت قدمها. لاحظتوا كيف مكان الداش بدنا ندخل has just ونصرف الفعل تصريف ثالث. تعال نحل نمبر 2 هي ننزلها وما بننزل نعملها كابيتال لتر لأنها في أول الجملة لازم كابيتال لتر وبما أنه هي مفرد حسب القاعدة الموجودة معي يجب أن نضع للهي has he has أو he's just الدليل اللي دلنا على present perfect على المضارع التام. شو التصريف الثالث من find؟ شو التصريف الثالث من find يا جود؟ أحسنت you found found تصريف الثالث من find found he's just found وبنكمل باقي الجملة some money money معناتها نقود هو وجد بعض النقود he's just found some money he's just found some money. now we مكان الداش بدنا نحط لها جمع سوري مكان الداش نحط لها ضمير has أو have فعل مساعد we جمع الجمع شو نحط له have أحسنتم we have just الدليل حسب القاعدة when تصريفها الثالث won the match match معناتها مباراة وضعنا الضمير وضعنا have فعل مساعد ثم الدليل just والتصريف الثالث من win won وأكملنا باقي الجملة. آخر جملة فيها يا راب يا خامس
they لإلهم مجموعة they هم هم catch أفش catch أمسك هم أمسكوا بفش بسمكة نزلنا they وما بننسى إنه بنعملها كبت اللتر في أول الجملة ولأنها جمع وضعنا ال have they have نضع ال just دليل بدلنا على present perfect المضارع التام ثم catch التصريف الثالث منها caught caught أفش وبنكمل باقي الجملة they have just caught a fish they have just caught a fish فهيك بيكون خلصنا lesson 5 رجاء يا خامس تحولي على الدوسية page 8 page 8 على الجدول الموجود عندي هون بدنا يا خامس نبلش بأول إملاء بالتصريف لأنه لاحظتوا كل الجمل رح نكتب التصريف رح نقسمهم 5 بدنا 5 منهم بدنا tell و begin و see و find و go نضع هيك إشارة بدنا إياهم إملاء إن شاء الله يوم الأحد Sunday يوم الأحد إن شاء الله رح نأخذهم بنقلكم يوم الاثنين حتى تأخذ الإملاء فيهم أوكي رح تستلم هذا الواجب يوم الأحد الاثنين رح يكون إملاء بأول 5 فيهم حبعث لكم تسجيل صوتي في الإملاءات هاي tell told told مع معناتهم بالعربي begin began begun مع معناتهم بالعربي see saw seen find found found go went gone نكتب التصاريف ونكتب الزمن الماضي منهم ونكتب الزمن verb 3 مع المعنى بالعربي حتى نقوي المفردات الموجودة عندنا فيعطيكم العافية خامس إن شاء الله هاي رح تكون واجبكم الوحيد